Good morning, my student. How are you? Today we will take lesson 4 from unit 10, inshallah. اليوم رح ناخذ مع بعض الدرس الرابع من الوحدة العاشرة. طبعا درسنا جدا بسيط وجدا سهل. أول إشي open your box، نفتح كتاب الطالب. Page number 87، صفحة 87. Write the date of the page، نكتب التاريخ على رأس الصفحة. Today is 20 of April 2021. Our lesson today is fun with Prainy. يعني استمتع مع Prainy. اليوم Prainy جايب لنا معلومة جديدة بتتعلق بالأكل. طبعا احنا بنتذكر ان الوحدة كلها بتحكي عن الطعام، عن الفود، المأكولات. الآن درسنا اليوم عن التذوق، حاسة التذوق اللي هي taste. الآن listen and repeat. الآن الأشياء اللي إحنا بناكلها يا مس مش كلياتها نفس الطعم، يعني في الشبس، الجيلي، الشوكليت، البيتزا، كلهم مأكولات صح، لكن بيختلفوا عن بعض بشو؟ إنه الجيلي حلو، الشيبس مالح، الشوكليت حلو، البيتزا مالحة. الآن بدنا ناخذ كيف نفرق بين الإشي الحلو والإشي المالح، وشو يعني حلو وشو يعني مالح. Look at this boy، اطلع على هذا الولد. He is eating an ice cream، عم ياكل حبة بوزة. الآن شو بيحكي لك؟ You يعني أنت taste معناها تذوق. You taste S و O و E sweet و it sweet. sweet معناها حلو، يعني احنا بنذوق الاشي الحلو. You taste sweet things، احنا بنذوق الاشياء. things معناها اشياء، احنا بنذوق الاشياء الحلوة كيف؟ with the front of your tongue، بنذوق الإشي الحلو بمقدمة اللسان. هيو front of your tongue، مقدمة راس لساننا هو اللي بيميز الطعم الحلو. front of your tongue، front مقدمة، tongue لسان. إذا نعيد، you يعني أنت taste تذوق، سويت الأشياء الحلوة، الآيس كريم سويت طعمها سويت حلو، سويت things معناها أشياء، عن طريق شو؟ with the، عن طريق front of، مقدمة your tongue معناها لسان. إذا مرق معي كلمتين مهمات بالتمرين، كلمة سويت معناها حلو، وكلمة تانج معناها لسان. نيجي على القسم الثاني. Look at this girl. She is eating chips. عم تاكل chips. الشيبس sweet حلو؟ لا. The chips is salty. salty. salty معناها مالح. طب الآن بما إنه مقدمة للسان بتميز الطعم الحلو، فكيف أنا بميز الطعم السولتي المالح؟ اطلعوا شو بتحكي. You يعني أنت taste تذوق. You taste salty. الأي هنا تلفظ أو. salty معناها مالح. things يعني الأشياء المالحة. with the side. side معناها جانب. هسا اللسان له مقدمة front وإله side. هي side جوانب للسان. احنا الاشي المالح بنذوقه بطرف اللسان، يعني الجزء من اللسان مخصص للاشياء المالحة اللي هو السايد الجانب، واللي بذوق الاشي السويت الحلو اللي هو فرونت المقدمة. نيجي نعيد. You يعني انت taste تذوق، salty مالح، things اشياء، with the عن طريق، side معناها جانب، of your tongue لسانك، يعني انت بتذوق الاشي المالح عن طريق جانب اللسان. الان مرق معي كلمتين مهمات، كلمة salty
مالح، وكلمة تانج لسان. الإشي السولتي اطلعوا كيف بنذوقه بالصايد بجانب اللسان. الشيء السويت الحلو بنذوقه بالفرونت بمقدمة اللسان. الآن بدي أركز على أهم كلمتين بالدرس اللي عنهم موضوع درسنا، كلمة سويت حلو وكلمة سولتي مالح. إذا درسنا كل تركيزنا مش على مقدمة اللسان وجانب اللسان، تركيزي على التذوق سويت وسولتي، حاستين التذوق اللي هم سويت وسولتي، الأنواع التذوق. الآن look and write، بدنا نكتب فوق كل صورة شو طعمها اللي بالصورة، سويت حلو ولا سولتي مالح. بنيجي أول صورة جيلي، جيلي is sweet حلو or salty مالح، أكيد sweet حلو، بنكتب sweet هون sweet. نيجي على chips أو crisps اللي هي المقرمشات، crisps or chips طبعا من شكلهم مبين حلو ولا مالح، أكيد مالح. sweet or salty أكيد salty مالح، سولتي بنكتب هنا سولتي مالح. chocolates، chocolates is it sweet or salty، chocolate قطعة شوكولاتة sweet or salty أكيد sweet حلوة، بنكتب هنا sweet. pizza، is the pizza sweet حلوة or salty، أكيد it is salty، نكتب هنا salty يعني البيتزا مالحة. ننتقل للتمرين تحت، sweet معناها حلو، salty معناها مالح. الآن شو المطلوب مني بالتمرين؟ بدي أكتب الجيلي هل هي sweet ولا salty؟ هي sweet فبكتب جيلي هون. شو ظل عندي كمان إشي sweet؟ chocolates، بكتب chocolates هون تحت السويت، بس أخذهم خلص بشطبهم. شو الأشياء اللي موجودة عندي سولتي مالحة؟ اللي هم كريسبس المقرمشات and pizza، والبيتزا بنكتب كريسبس هيها وبيتزا هون. the last exercise complete أكمل عن طريق التمرين الثاني، jelly is، الجيلي شو ماله؟ sweet or salty؟ أكيد sweet. crisps المقرمشات are sweet or salty؟ أكيد salty مالحة، أيها الكريسبس نكتب هنا salty. pizza is، البيتزا sweet حلوة ولا salty مالحة؟ أكيد salty نكتب salty. chocolates، chocolate are، هل الشوكولاتة sweet or salty؟ أكيد سويت بنكتب هون سويت. هذا الدرس المطلوب منا اليوم، حفظ جميع معاني الكلمات اللي أخذناهم. الآن ننتقل لكتاب التمارين. look here page number 95، عندي بروجكت، البروجكت غير مطلوب، غير مطلوب. الآن هيك أنهينا درسنا لليوم، good luck ويعطيكم العافية.